ودلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده. النهارده في مباراه مهمه بين الزمالك والاتحاد السكندري في الجوله 30 من الدوري المصري. وبالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إطلاق فعاليات الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسؤولين للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، واللي هتستضيف فعالياته القاهرة تحت شعار العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي. ومن المقرر أن يتناول الاجتماع استعراض جهود أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والقضايا المتعلقة بالمسنين وذوي الإعاقة. النهارده هيتم توزيع خطابات الندب لرؤساء لجان امتحانات الثانويه العامه والمراقبين والملاحظين تنفيذا لتعليمات الوزاره بالادارات التعليميه، وهيتم فتح باب تقديم الاعتذارات الخاصه بالاعضاء بدايه من بكره 6 يونيو وحتى الخميس 8 يونيو الجاري. النهارده لعشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراه قويه في الجوله 30 من عمر المسابقه، هيلتقي فيها الزمالك مع الاتحاد السكندري الساعه 8 بالليل.